والصلاة دب. ضرب صادب داتشي دب. مدن مدح وينه وحا سلانتا لو ديارة عطوبية كتير سان عيدا كاسلوبتا تمورية الصوماليين. مدن مدح وينه كسر دواو حفلة فرطان كقبل حفسقة هاللية قبل كمرد ديشيح. مدحينها تمورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبد ايا الدهفر حبس عصوبة لجهر قليي ديغان كهاللية الدولة كبري عاصمة دهر قيسا كاسون نقوني حبسقة لباد او يشو قبل كمرد ديشيح. وحنا مدحوينها حركة شركن كوه لينية قدوميها محكمة الصراع حرلاليها جودة قرنكا حمنا كم يدقولها وسير هذا تلياش عيد مدى قلب كسيدة إيه مرت شرف كلا تلياه عيد كأسلوب تيجي مريدة الصومالي الآن سري جودة أحمد عوالي يوسف لباح أي كور من مراحل كده اسمها حبس جاني الصوم مراي يدور كيس التوسين تبل شذا وحن آدي هذا كم حد علنا إن هلكن تلادي أنا لتجني مدحوينها نزوج وحن بحنا يدل أنا سي علامة لسا نبل قرلا لسابا مدحوينو ما نزاوح يدي بل علامة لسا ويسكت اسمي سا هو جوجيننا إلا ما انتدى إن جوجنا ما لنا فراح لك ما قادم انتانا وحن نكوودنا وحي نوغا صهر إنو قتشي لإنو ميسانية دي يا انت بدن أقع انت مدحوينها يا وزارة مالية دو أي حوق انت نوصارتي هلكاني واحد أخطر نكوها السائل دكتور هذا إذا اللي بوسكاع مرتين في يوية هل كان الدبيل أو نلبسكاع مرايلا لك يا مو مرجع واحد دكتور نو اللي بوا دكتور كاع هاي جاي سان ولا أنا عدة أتكس أو قاعن كس كبحناش واحد ملح وين كم هذا نقينا هدي أنا قاعن ثان نسينا نقول دي رجالنا إن ما إن صور تقلنا ما ينقطن وزير كعدالة دي تمرية الصومال سليمان ورسم الجولين حرلليها جودة قرن كي تمرية الصومال الآن عبد الرحمن شام حيان يقدميها محكمة الصراع بروفيسور عادل حاج علي أحمد أي افتمية حبس جن كارين توقع قادن دونه توسين تحبلق إنك بلشدة هي إلى أن تأمن جودة قرنك المدن بدأ حوينة شرف في مانتا النوت هاي إن مانتا هل كان حركة كجشرته إن متكم إذا هل بولياش قرنك أو أه شيل كيل بعد أي على تو قبل كم مرة دشح مدن بدأ حوينة فرصة بيكوت هاي هجامين تادا اسكو دوبنا دا قرنكا او اي تهي قعنا انا نو قرنكا كو دفاعنو قعنا انا نو مشاريع لنا هالبولايا شاهي اي هالكي انو كاست السعودان اي دا سنياشي كسو حد قد بي بلشادة دحي دا كسو حد قد بي اي هالكن كبحان ايقو بدلن او كم ايدي او بلشادة او دا لنو لانكرا اذي اهد بارنتي ما انتو اقوف رحصنا هاي كو باقي وسارة عدالة دا ان سياسات اي نوكي لنو ku saabsan dadka jeelasha galaya waayo dhalinyaro badan baa imiga jeelasha gasha waa in la leexiyay qaabkii bulshada cadaalada bulshada ay jeelashu ka mid yihiin cadaalada bulshadu maxay sameysaa qofkii bay dib u dhaqan celin ay ku sameysaa akhlaaqdiisa toosa waxba barta ma aha qofka ciqaab loo soo galiyo waxa weeyaan xurriyadii oo kaliya ayaa laga qaaday waa jeelal xuquuqda insaanka ilaaliya waa dad dadka gacanta ku haya ee usluubtu waa dad aqoon u leh xirfad badan u leh waxaan noo farxada maanta inuu ino furmay xabsigii labaad ee gobolkan Maroodi Jeex qasatan caasimada ku yaala wax weyn buu ka tarayaa xaq dhinac walba oo qofkii oo caraysan oo bulshadii cara u qabay inaanu bulshadii ku noqon ee laakiin isagoo faraxsan oo ogaaday inuu khald sameeyay waxna kordhistay maxay hayday ayuu ku noqonayaa waxa kale oo isagana xusid mudan xabsigan wuxuu culays weyn ka qaadaya ciidanka booliska inaga crime ku sara uma socdo graafkiisu wuxuu raacaa linear buu raacaa wuxuu raacaa sanado badan waayo tirakoobka u dambeeya ee dhamaan dacwadaha dalka soo gala waxa soo saarta maxkamadda sare madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa amaan iyo bogaadin u jeediyay bahda cadaaladda iyo waxtarkooda waan hambalyeynayaa بعد عدالة ولما تود كقريب قاتي لسمها حبسيا ترى أقون يرجلين أنت وياك قريب قاتين محكمة لها
حراريها وزيرك عدالة ده يبريسكو مركز ما أنت ورم هذا غير وين ورم هذا وحبس وين لا لح بقول وقاضية مرة واضح مبليو وانا كده عيننا إن شاء الله إحنا قدرنا من وحبيك ترى ذلك يا منجس هذه أذبار وما هذا غيرها قل هذا سلوك تيا بحلا غير صار كوتشال كنستي وما تسوال هذا هو ما هذا غيرنا دور كود سيد الكود وش عليه إن تود بضم بقول كيف سكاشل ولا شريا مدن موسبيح عبد المدحنا هجمورية الصومالي لان أي فرين كسابسن أبنجا ودري برشاد الصومالي لان وحسيح وشريا برشاد إن كقريب قاطو أبنجا ذلك إن كقريب قاطو إن رضي عليهم مخادراتك قولي لقى برابو إلى برشاد هلك وقول إن قامها قبسنا أرتها ولقى مرمان رضوان عديد إسماعيل أكيد ورباهين تقرك هجمورية الصومالي لان هرجيسة.